بيحبنيش بيحبني ما 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 بيحبنيش بيحبني. ما تيجي تلعبي معاه. ماليش نفس العب. مالكيش نفس ده ايه؟ بيحبك يا ستي بيحبك فلاطين ابي والنبي صحيح. اي لا اقعد هنا العب يا شيخ. البنت دي هتجنني هتجنني هتجنني. ليه يا ستي كفالة الشر؟ اتفضلي بصي شوفي بعينيكي. مش نرجع بقى كمان شوية هنوصل مالطا. ما دي بيجي لما تقيل بقى كمان شوية كمان شوية. اه في داهية عشان خاطري نموت ويحيى الحب. عدك امال جايبها اسكندرية دي مش عشان تتفسح تنبسط؟ تتفسح تنبسط لكن تقعني في ولد زي ده. ولد ولد مين؟ المتعايق ابو دم بارد المصفراتي اللي رايح جاي تحت شباك اوضتها يصفر لها. قصدك الاستاذ عادل؟ استاذ ده ما حصلش قصده، ده مبلط 3 سنين في تانية هندسة بيقولي له استاذ لما يتخرج. اهو اهو جالها اللي يتقرص في صرصور. يا رب اللي جابنا اسكندريه. الحر يا ست. حر؟ ماله الحر؟ مش قلتي اغسطس ما ينطعش في مصر السنه دي؟ ماله اغسطس ومالها مصر وماله الحر؟ مش احسن من سخام البرك ده اللي وقعنا فيه. وقعنا فيه؟ مين اللي قال وقع؟ انتي؟ انا اتكلمت يا ستي. بحسب بس لازم تعرفي ان انا مش هسكت على الحاله دي ابدا يا اخي. ده بعدك. ده انا ما بقاش جليله بنت المرحوم الدكتور منصور، مرات المرحوم الدكتور انور. اذا سكت على الحاله المهببه دي لازم اشوف لها علاج. ولا انا يعني مش قدها؟ انا قلت حاجه يا ست؟ ولا فاكراني اسيب بنتي تروح كده بشربه ميه واقف اتفرج عليها؟ انا فتحت بقي. بس احب انك تعرفي. انا شايفه ان حكايتك مع عادل بتكبر يوم بعد يوم. يعني ايه؟ من فضلك ما تقوليش حكايه دي اسمى من ذلك. ايه مش عاجبك؟ لا عجبني قوي. احسن يا سلام بعد كده على نومه وتمطيطه. انت ايه حكايتك في النوم ده؟ هو انا عايزاك عشان تنامي؟ ايه المانع؟ الفكر رايق والقلب خالي والهوا بينيم. يا ريت بس مش كل الهوا. اصل انا هوايه مش زي هواكي. انا هوايه بالالف الممدوده. الالف الايه؟ الالف الممدودة. يعني عمركيش كده ولا كده مع الالف المكسورة؟ مكسورة الرقبة ولا تعرف سكتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. سهوة نوال يلا يا ولاد تعالوا وضبوا السفرة معايا الغدا جاه. يلا بينا انا هموت من الجوع. ما تبقيش دمك تقيل بقى عادي زمانه جاي. لسه بدري يا ماما. مفيش حاجة اسمها بدري. الاكل هيبرد وانا هموت من الجوع. انتي وماما ما تموتوش من الجوع الا ما يكون عادل جاي. معرفش متهيألي ان مامتك مش هاضمه عادل ده. مع انه خفيف على القلب وخفيف على المعده زي النباتين. يا دمك اهو انا كده مش نازل لي منظور.
تقولي يمين تقولي شمال، الفكرة دي مش ممكن تطلع من دماغك. معارف البلاج مفيش وراها غير النكد وتعب القلب، وانا عندك الجرائد اقريها وشوفي المآسي اللي بتحصل. يعني يا ماما كل الناس اللي في البلاجات دي اخلاقهم وحشة مش كويسين؟ لا في، لكن دول هنعرفهم ازاي وهنلاقيهم فين؟ على البلاج مفيش حد يقدر يعرف التاني على حقيقته، ولا حدش يعرف كويس من الوحش، هم كلهم عريانين وخلاص. ولا ايه يا انيسه؟ على رايك يا ستي الدنيا دي مليانه ناس من بره الخام ومن جوه الصخام. البنت من دول تتعرف لي على شاب في اول الصيف وتفتكره يا مهنا ويا مهناك، وتقعد تبني في قصور على الرمل وتكبر الاحلام في دماغها، واول الصيف ما يخلص تلاقيه فص ملح وداب الشوكه. ولا تعرفش ان الشبان اللي من الصنف ده ما يعمروش بيوت قد ما يخربوها. لكن عادل يا ماما مش من الصنف ده، واحب اقول لك ان العلاقه اللي بيني وبينه مش مجرد علاقه، دي اسمى من ذلك. اسمى من ذلك؟ طيب يا اختي ما تاكلي يا نوال، كلي يا بنتي، واحنا جايبينك علشان نجوعك هنا. قولي احنا عندنا موارد؟ ايوه يا ستي اجيب لك شويه. لا بس انا دخت. سلامتك يا سهاني مالك؟ يعني ما انتش عارفه مالي؟ ما انتش شايفاه بعينيك وهو بيشيلها؟ لا المساله دي ما بقاش تستحمل تقديل، احنا من بكره نلم حاجتنا وعلى مصر عدل، مفيش طريقه تانيه غير كده ابدا. هي هتطوعك يا خديهده. طب ادي ده اما خليتها هي اللي تقول لي يلا ننزل مصر، ما بقاش انا جليله بنت المرحوم الدكتور منصور مرات المرحوم الدكتور انور. كده تكون حاسس بيها ومخبيها على كل الناس ومش ممكن تقولها لحد الا ليا انا. برافو. يبقى في حاجه؟ ايوه سلوى، كل ما بشوفك ببقى عايز، ببقى حاسس، قول، ببقى جعان وعايز اكل. طيب تعال نروح البوفي ناخد ساندوتش. لا انا النهارده معزوم عند ماما على العشاء، اصل انا يوم اتعشى عند ماما وجوزها ويوم اتعشى عند بابا ومراته. مسكين. ليه؟ عشان قصدي يعني باباك ومامتك مش عايشين مع بعض. بالعكس ده كده احسن بكتير. احسن بكتير. كل يوم والتاني، بابا عشان ما احبش ماما اكتر منه يحشي جيب فلوس، وماما عشان ما احبش بابا اكتر منها تحشي جيب فلوس. وفي الاخر يطلع محسوب جوه الكسبان. انا حاسه انك ما بتقولش الكلام ده من قلبي.
مفيش اوحش من ان الواحد يتحرم من الام والاب. ده انا من يوم بابا ما مات وانا. وانت ايه؟ بتصور اي شيء الا اني اتحرم من ماما، مع اني ساعات بنختلف انا وهي، لكن ما اقدرش اعيش من غيرها، بحبها جدا. وبتختلف على ايه بقى؟ حاجات. ما كنتش انا حاجه من الحاجات دي؟ لا، دي ماما بتحبك قوي قوي. تفتكري؟ انا متاكده انها هتحبك اكتر اما تعرف. ست سلوى، ست سلوى. ايه ده؟ انا في ايه؟ الحقي ماما. ماما مالها؟ سرقت الزهر، جت لها النوبه بتاع زمان. يا خبر، عن اذنك يا عادل. هبقى افوت عليكم بالليله اطمن. ماما، 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 سلامتك يا ماما. مالك ماما؟ سلوى. ايوه انا سلوى يا ماما. الحمد لله. ماما، ماما، سلامتك يا ماما. مالك؟ ردي عليا. فاكره النوبه اللي كانت بتجيني بعد ما مات المرحوم ابوكي؟ ايوه فاكراها. هرجعت تاني. مش معقول، مش معقول يا ماما. طب المره اللي فاتت جاتلك من الزعل، يمكن شويه عصر هضمه ولا حاجه يا ماما؟ ابدا، هي النوبه. مش ممكن، مش ممكن. مش ممكن ايه؟ هو انت اللي عندك النوبه ولا انا؟ رجعت وخلاص. ما تقوليش كده يا ماما، بعد الشر عليكي، يمكن اضطراب بسيط في الاعصاب زي اللي بيحصل لك دايما. الله، بقول لك هي النوبه، انت هتعلميني عليها ولا ايه؟ هي دي المصيبه. انا هروح اشتري لها الدواء. الدواء موجود هنا في الاجزخانه، ما احنا عاملين حسابنا. خليك انت، انا هجيبها لها اسرع. ست هانم، ست هانم، راحت تجيب ازازه النقط. ايوه دخلت عليه. بعد الشر عليك يا ست. امسكي يا بنتي. لقيتيه يا بنتي؟ ايوه، بس على الاقل ما يكونش خسر بعد المده دي كلها. ان شاء الله يا اختي. الله، غريبه قوي، ده ريحته موارد، لا يكون مش هوا يا دادا. غريبه ليه يا بنتي؟ ولا غريبه ولا حاجه، كل الدواء بتاع القلب دخله موارد. طب خدي. هاتي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قومي يا ستي، قومي يا خبر. خمس دقايق دلوقتي. دي زمان لما كانت بتجيلها النوبه ما كانتش بتقعد معاها اكتر من 3 دقايق. يا بنتي زمان شيء ودلوقتي شيء تاني. زمان كنت انت صغيره وهي كانت اصغر من دلوقت، وكل الواحد يا بنتي ما بيكبر بتكبر معاه النوبه. سلمى. ماما، يا حبيبتي يا ماما، الحمد لله. بقى معقول الدكتور عبد العظيم يغلط بالشكل ده؟ الدكتور عبد العظيم دخله ايه؟ مش اكد لنا بدل المره 10 انك خفيتي خلاص والنوبات دي مش ممكن ترجع لك تاني؟ اسمعي يا سلوى، انا لازم اقول لك على كل حاجه، مش لازم اخبي عليكي. قولي يا ماما. هو لما عرف ان احنا جايين اسكندريه خدني على جنب وقال لي كده بالمفتشي على كل حاجه. ايه؟ بصراحه يعني خوفني. خوفك؟ قال لك ايه يا ماما؟ خوفك من ايه؟ من هوا اسكندريه. قال لي انه تقيل شويه ومليان رطوبه وخايف لا يرجع لي النوبه تاني. امال انا جبت ازازه الدواء معايا ليه؟ يعني هفول على نفسي يا سلوى. امال ازاي الدكتور عبد العظيم يقول لك الكلام ده وتخبيه عليا؟ ما قلتليش ليه قبل ما نيجي اسكندريه؟ ما انا خفت. احسن تقولي بلاش اسكندريه واحرمك من شويه هوا تشميهم، يعني هستكتر عليكي شهرين اجازه. ده انا ان شاء الله حتى تطلع روحي. بعد الشر عليك يا ماما. يا حبيبتي يا بنتي. حبيبتي يا ماما. اهو انا دلوقتي خايفه من خبيتك عليا، وخايفه تطلع في دماغك انك تقطعي الاجازه وتقولي لي يلا بينا على مصر. ودي عايزه كلام؟ احنا مش لازم نقعد في اسكندريه وانت بالحاله دي. يا سلام عليكي يا سلوى، يمكن يكونوا شويه اضطراب بسيط في الاعصاب زي اللي بيجيني كل مره. ما تعذبنيش بقى يا ماما وتعملي زي العيال الصغيرين، احنا من بكره نلم عزمنا ونسافر على مصر، واوعي تجيبي لي سيره اسكندريه دي بعد كده. يعني ايه؟ يعني انت مصممه؟ ايوه. بس انا خايفه لا تزعلي. ازعل؟ ده انت صحتك بالدنيا يا ماما. يا حبيبتي يا بنتي. حبيبتي يا ماما. هوا اسكندريه يعمل كل العمايل دي؟ كلامك تقيل قوي يا هوا اسكندريه. اهو ده صحيح الهوا اللي ملوش دواء. اوعي تكوني زعلتي. من ايه؟ عشان عزمناكي تقعدي شهر في اسكندريه، ما قعدتيش غير اسبوع. يا شيخه ما تقوليش الكلام الفارغ ده، دي صحه طنط بالدنيا. وان جيتي الحقيقه انا اشتقت الهوا مصر. بتعملي ايه؟ بقالك ساعه محتاسه بين شعرك والمقاس، ايه الحكايه؟ نفسي اقص خصله من شعري واسيبها تذكار لعاد. تمام زي الروايات العاطفيه اللي بتحب تقريها. تمام زي الروايات العاطفيه اللي عمرك ما بتحب تقريها.
اسافر مصر واسيب قلبي في اسكندريه. وتسيبيه ليه؟ ما تاخديه معاكي في الشنطه. يا سام طريقي. اقول لك الحقيقه لوجه الله وما تزعليش مني. عايزه اقول يعني ان عادل لطيف وكل حاجه، بس خايفه تكوني رسمه له في خيالك صوره غير اللي موجوده في الحقيقه. احب اقول لك ان العلاقه اللي بيني وبين عادل مش مجرد علاقه. عارفه عارفه، العلاقه اللي بينك وبين عادل اسمى من ذلك، حفظتها صم. خلاص مسافرين بكرة الصبح؟ يعني العيادة جالها فجأة كده؟ لا، ده كان عندها من زمان ورجع لها من هوا اسكندرية. هتوحشني يا عادل. وانت كمان. زعلان يا عادل؟ جدا. معلش، كل شيء بيفرق بينا، لكن هنفضل بأرواحنا مع بعض. وانا ايه اللي استفدته من أرواحنا اللي مع بعض؟ انا عايزك انت، عايزك جنبي. الله، قول كمان. اقول ايه؟ كلام حلو من اللي بتقوله ده، عشان افضل فاكرك لحد ما ترجع مصر. قول يا عادل. اقول ايه بس؟ ينعلبوا العيا. ها. يا حبيبي يا عادل. علبوا كمان اللي كفايه كفايه يا حبيبي عليا كده. ايه دي؟ خصلة من شعري عشان تفضل فاكرني الى الابد. بلاش حكاية الابد دي، كلها شهر وارجع مصر. وهو شهر شوية؟ لا مش شوية. زي ما اديتك الخصلة اديني انت اي حاجة زيها عشان افضل فاكراك الى الابد. بس انا مش جايب حاجة معايا، وما فكرتش ان امك هتضربنا المقلب ده. اي حاجة يا اخي. مش عارف. ايه ده؟ تلات شعرات بس. اظن كفايه كده. عادل، انا مضطره اسيبك دلوقتي احسن ماما تاخد بالها اني خرجت. هتبقى تكلمني في التليفون كل يوم وهتفكر فيا كل سنه. وانا كمان. الوداع يا عادل، الوداع. ناوليني النضارة. حاضر يا سيدي. اتفضلي.
الحمد لله. انا كنت خايفه لا يكون راخر بيصيف. هو مين يا ستي؟ جارنا الدكتور. بصي ايه رايك بقى، ده ولا عادي؟ مش عرفنا اصله من فصله يا ستي. المهم انه دكتور زي المرحوم، انا مراقباه من ساعه ما فتح العياده. لا واخلاقه مفيش كده في الدنيا. لا وباين عليه دكتور شاطر. العياده مليانه. وبيننا وبينه شارع واحد، يعني ساعه ما تجيلي الكريزه يبقى تحت ايدنا على طول. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا ستي فاهمه. ربنا هيبعد عننا المرض. هيبعده هيبعده ان شاء الله. يلا بينا. يلا يا ستي. بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه برضه جنب التليفون بقالها نص ساعة على كده. الو؟ ايوه فين اسكندرية؟ ايوه هي دي النمرة. طب ادهولي من فضلك. حاجة حلوة قوي. يعني كل اللي عملناه طلع زي اللي ايه برا جنب الخشب. وعزت من قلال ومن فوق ابو يوسف وعلى رجله اليمين ونبيل نصير يشوطها ويطلعها. الو؟ عادل؟ ازيك يا عادل؟ وحشتني قوي. انا؟ الحمد لله كويسة، بس زعلانة منك عشان ما كلمتنيش امبارح زي ما وعدتني. ايه؟ بتقول ايه؟ ما بقولش حاجة، بعتص بعتص. اوعى تكون خدت برد. البركة في الدش اللي نازل من عندكم على نفوخي. دش على نفوخك؟ من عندنا؟ وانا كنت لحقت امشي. مش معقول. بقول لك شفت جردل بعينيا. يمكن من حته تانية وانت اللي ما خدتش بالك. هكذب عينيا يعني؟ معلش يا عادل، حقك عليا. على مو مول لمامتك، متشكر قوي. ماما؟ اخفى عليك يا عادل، هي معقول ماما تعمل كده؟ دي لازم الداده، اصلها طول عمرها فيها الخصله البايخه دي، مع ان ماما ياما نبهت عليها. ايه؟ بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه، بعتص. طب اسمع، انت لازم توعدني انك ما تسهرش بره الليله دي. تاخد اسبرينة وحاجة سخنة وتنام بدري. اوعى تنسى تتغطى كويس عشان خاطري. طب وعدني الاول، قول وحياتي. لعبة طويلة الوينج الشمال، شفت تو ما اتلعبت الباك اليمين او قطعها، لان دي صنعة الباك يفضل مدي. احنا لسه فاضل عندنا موارد يا دوبك شوية. اسمحي. نعم. بكرة من الصبح بدري تنزلي تجيبي لنا ازازة موارد وتكون كبيرة. حاضر. طب وعدني كمان انك مش هتروح البلاش بكرة. ايه المدة خلصت؟ طب ثانية واحدة من فضلك، احلف احلف بسرعة، قول وحياة ربنا. الحقش يحلف. ده ما صدق انك رحت له برجليك عشان يجرجرك تاني وترجع ريما لعادتها القديمة. يا ولادي ما تعكريش دمي. انت كنت بتتكلمي مع عادل؟ ايوه يا ماما. بسم الله بحركك واطواك. اسمعي يا بنتي، إذا كنت بتحبي أمك ويهمك رضاها تقطعي علاقتك بيها. إيه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بقول إن الجدع ده ما ينفعناش، وأنا مش عايزاكي تعرفيه. ليه بس؟ طب قولي لي إيه اللي مش عاجبك فيه؟ هو إحنا اللي نقوله نعيده؟ ألا شكل عمر بيت ولا طول سنة بحيط؟ ده يا بنتي طول النهار ملوش شغلة ولا مشغلة إلا المشي على المية وصرمحته على الموتوسيكل. طب دي أحسن حاجة فيه يا ماما، وعلى العموم هو وعدني إنه هياخد باله من دراسته. كفاية إن أهله مش عايشين ويا بعض، يعني ما ربهوش. طب هو ذنبه إيه؟ وخبت في الكلية. دول اللي كانوا وياه خدوا الشهادات خلاص وبقوا في مراكز عالية. أصله يا ماما ما كانش عنده حافز. حافز؟ حافز ده يا أختي. أيوه يا ماما، الإنسان اللي ما عندوش حافز في الحياة مش ممكن ينجح، وعادل كان كده قبل ما يعرفني، لكن دلوقتي بقى عنده الحافز. يا بنتي يا بنتي عقلي، السنين اللي بتروح عمرها ما بترجع ابدا، وانت دلوقتي كبرتي ولازم تلتفتي لروحك. اسمعي كلامي، ده انت دلوقتي بقيتي على وش جواز وولاد الحلال طالبينك. انا خلاص يا ماما ابن الحلال ولقيته. اللي هو مين؟ عادل طبعا. هو اللي زيه بيتجوزه؟ طبعا، بدليل ان انا وهو اتوعدنا على الجواز. امتى؟ اول ما يتخرج. وهيتخرج امتى؟ كلها 3 4 سنين. 3 4 سنين؟ دوري بقى اللي هتعيش لك 3 4 سنين. طب ده انا حاسه ان انا مش هكمل السنه. لا تشغل عليك يا ماما. انا حاسه. الله. ماما قلبي قلبي قلبي. الله ماما سلامتك يا ماما. يا دادا دادا.
الحيني للدم. نقعد. حاضر. نقعد. الحقي انت ماما يا دنيا. خدي يا بنتي. بعد الشر عليكي يا ستي. ستي بعد الشر عليكي. بعد الشر عليكي يا ستي. شر عليك يا ماما. بنتي حبيبتي. نعم. الحقيني بالدكتور عبد العظيم. حاضر. خليه يجي لي اوان. هاتي يا بنتي هاتي. ما تنسيش بكره زي ما قلت لك. حاضر. ليه؟ حاضر. نعمل ايه؟ عايا وابتلينا بيه. حنان الشفا يا ستي. ايوه كله على الله وعليا انا شويه. الو الدكتور عبد العظيم من فضلك. امال هو فين؟ في اسكندريه؟ طيب متشكره. بعد الشر عليك. وبعدين الدكتور عبد العظيم مسافر هنجيب مين دلوقتي؟ طيب يا بنتي هات الدكتور اللي في العماره اللي قصادنا ده باين عليه شاطر وكل الناس بتشكر فيه. انهي ده في انهي دور؟ اللي في تاني دور. روحي اندهي له يا بنتي ربنا يهديكي. حاضر يا ماما. احسن حاسه ان انا هموت. عليها تعبانة أوي ممكن تلحقها. طيب عن إذنك ثانية واحدة. طب من فضلك بسرعة شوية. حاضر. دكتور مفيش داعي قصدي يعني مفيش داعي تغير هدومك ولا حاجة ما هو البيت قصادنا على طول. حاضر. يلا يلا. طب بس نسيب الشنطة أجيب الشنطة. كل اللي اقدر اقوله ان القلب سليم ودي حاجه تطمن خصوصا ان الضغط طبيعي النبض منتظم هو سريع شويه انما منتظم متشكر بس النوبات اللي بتجيلها دي واسبابها على العموم التحاليل هتبين كل حاجه هو مين الدكتور اللي بيشرف على علاجها الدكتور عبد العظيم احمد عبد العظيم احمد ايوه ما هو الدكتور بتاعها من زمان ده كفايه انه اكبر اخصائي في القلب في مصر وعلى راي المثل لا يفتى ومالك في المدينه بس مالك مش موجود في المدينه في اسكندريه لكن الحمد لله ان حضرتك كمان ما كنتش مسافر والا كنا هنعمل ايه لا. يا سلوى يا سلوى ايوه يا ماما ازيك دلوقتي الحمد لله يا ستي الدكتور مجدي ازيك يا ابني ازاي حضرتك معرفش يا اخويا ايه اللي جرالي اليومين دول كله كوم والمره دي كوم ده انا كان متهيألي ان انا مش هرجع على وش الارض تاني والنوبات دي كانت بتحصل لحضرتك قبل كده زمان زمان امتى يعني من 5 6 سنين واستمرت معاكي كتير كام شهر كده وبعدين خفيت وافتكرت ان انا خلصت منها خالص ما جاتنيش ولا مره الا لما سافرت اسكندريه ويا ريتني يا اخويا ما سافرت ولا فكرت حتى اسافر ليه؟ اصل الدكتور عبد العظيم بصراحه كده خوفني من هوا اسكندريه ماله هوا اسكندريه؟ ما ينفعنيش هو قال لحضرتك كده؟ لا ما هو
على العموم هو اضرب حالتي. اهو البركه فيك بقى يا دكتور، النوبه راحت على ايديك، دي هلتك عليا فيها الشفا. ما عندكش فكره، اول ما شفتك حسيت ان روحي عدت فيا تاني. ده ربنا كريم اللي طلعنا جيران يا دكتور. العفو يا فندم. تعرف يا دكتور، انت عملت معجزة. أنا؟ ايوه، شايف ماما دي أول مرة تبتسم فيها من ساعة ما سافرنا اسكندرية. الشهادة لله، ربنا يحميك لشبابك يا سيدي. أنست وشرف. شكرا يا فندم. أفتكر بقى أسيبكوا دلوقتي وأنتوا مطمئنين. كتر خيرك يا حبيبي، كتر ألف خير. العفو يا فندم. مع السلامة. صح على خير. أنا هقابل الدكتور عبد العظيم بكرة وأتفاهم معاه بخصوص الحالة. بس هنتعبك معانا تاني. لا، ما انا بشوفه طبيعي. لا، وحضرتك تعرفه بقى. ما هو استاذي وزميلي في المستشفى. يبقى مش هنتعبك ولا حاجه. تصبحي على خير. مع السلامه يا فندم. شكرين قوي. عفوا يا فندم. اي خدمه. نفس جامد. ها، كمان مرة. كمان نفس جامد. كمان. ايه، شفت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة يعني ايه؟ يعني صحتك زي البومب، وقلبك زي الحديد. وطي صوتك. وأعصابك زي الفولاذ. بقول لك وطي صوتك. قومي يا شيخة، بلاش كلام فارغ. أهمتوا كده يا دكاترة، ما تصدقوش ان الوحدة عيانة الا لما تطلع في الروح. انت بتدلعي ولا ايه؟ والله ما عندكيش حاجة. وانا بقول لك وطي صوتك. ليه؟ الله، اقفل الباب وتعالى عشان البنت تسمع. وعلى فرض مش لازم تطمن. شوف الراجل، انت عايز تفرسني؟ اقعد اديني ودك. شحت. ولازم تلميس. تلميس؟ واهله مش عايشين مع بعض. اهله مش عايشين مع بعض. هلفوت. بقى هو ده بيت الداء، هلفوت. طبعا، وهو لو كان عدل في اي ام تكره انها تجوزه بنتها؟ طبعا لا. خلاص، انت دلوقتي في مقام ابوها ولازم تشوف لك طريقه. ازاي بقى؟ مش تفهميني؟ افهمك ده ايه؟ لازم تشوف لها عريس ابن حلال، يكون راجل بمعنى الكلمه، زي الدكتور مجدي مثلا. مجدي؟ اه. يا ريت مجدي. لكن نعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. هدخل في قلب بنتك؟ هروح اقول له النبي يا مجدي يا ابني روح ابهالي. يا اخي وطي صوتك. خلاص سكت. اتكلم.
انت مش ضروري تقول للدكتور مجدي حاجه، هو مستلطفها جاهز، انا عارفه كل حاجه. وهي هي اللي اديناها فرصه انها تحبه، هتحبه ازاي؟ انا اقول لك، انت تطلب من الدكتور مجدي انه يكمل علاجي بالنيابه عنك، وتقول له يفوت علينا كل يوم ولا في ربع ساعه مره علشان يطمن على صحتي، وانا ليك عليا يستحيل هخف الا على يد المأذون. انت زي ما انت عايز. حاضر يا ستي حاضر، النهارده بعد ما اخلص من العمليات هشوف طريقه ازاي افتح له الموضوع. ربنا يخليك يا اخويا. اذا كان ده يرضيك يبقى انا ما عنديش مانع. مش المهم انك ترضيه، المهم انك انت ما تكونش متضايق. بالعكس، انا يسعدني اقدم لك الخدمه البسيطه. انا مش عاوز منك خدمه بسيطه، الجماعه دول يهموني اكتر مما تتصور. وما تنساش ان الام كانت شريكه اعز صديق ليا. تفتكر انها صحيح مريضه؟ شوف يا مجدي، مش كل الامراض عضويه، العوامل النفسية بتلعب دور كبير في حياة المريض، ويكفي انها تؤمن بيك كطبيب. بعد كده لو اديتها شوية مية مقطرة هتخف. طبعا الحاجات دي مش غريبة عليك، ومن حسن الحظ ان العيادة جنب البيت. الله، قول لي من حق، انت لسه بتنام في العيادة؟ لسه. ليه؟ مطلب على الجواز؟ لا ابدا، بس زي ما تقول تاني الظروف المناسبة. وهي الظروف المناسبة هتيجي لحد عندك؟ اسمع مني وما تخليش القطر يفوتك. وعلى فكرة قبل ما انسى، سلوى البنت دي شربات قوي يا مجدي. تصور انها قالت لي انك رفضت تاخد اتعاب. على ايه يا فندم؟ مفهوم مفهوم. طيب يا اخي، ما تروح انت تفهمها، وانا يهمني انك تشوفها كل يوم. سلوى؟ لا، الام. واسمح لي اقول لك انها معجبه بيك، معجبه بيك قوي يا مجدي. الام؟ لا يا اخي، سلوى. تعال تعال. يا اختي علي، ده لطيف بشكل. اسمه ايه؟ اسمه مجدي، وباين على مامتك بتحبه قوي. اسكتي، بتموت فيه. ضغط النهارده طبيعي خالص. يعني انت شايف فيه تحسن يا دكتور؟ تحسن؟ ان جيت الحق انا مش شايف لزوم لقعدتك في السرير بعد كده خالص. وعشان تطمني اتفضلي. ايه ده؟ دي نتيجه التحاليل، كله سلبي والحمد لله، كانك مولوده امبارح. غريبه قوي يا دكتور، امال اللي بيحصل لي ده سببه ايه؟ والله يعني يمكن اوهام. خدي تخيلي. دخلي انت، دخلي انت. واحد يلا خلي ده، سيبي سيبي. اسمعني، انت اللي دخليها. تدخلي دخلي. يلا. سمع الدكتور بيقول ايه يا سلوى؟ بيقول ان انا خفيت خلاص، وطبعا البركه فيه. الحمد لله يا ماما. تعالي يا سلوى، رايحه فين يا حبيبتي؟ يا سلام، قلب المؤمن دليله. بس المشكل دلوقتي ازاي هنرد لك الجمايل دي كلها؟ العفو يا فندم، جمايل ايه دي؟ حاجه بسيطه. بس لو تسيب لنا فرصه صغيره نعبر لك فيها عن شعورنا. اسمح يا دكتور، انت الليله دي معزوم عندنا على العشاء. لا يا فندم، عارفين العشاء. لا، ما هو المره دي مفيش اعذار. ما هو كان بكل ما والله ان ما جيت هزعل قوي. وانت بتقول ان الزعل بيرفع الضغط. بلاش يا سيدي عشان خاطرنا. طب عشان خاطر سلوى، دي نفسها من زمان تدوقك الاصناف اللي بتعرف تعملها. خلاص، ما اقدرش ارفض. طيب يا فندم. طيب يا فندم، استاذن لمؤاخذه في القهوه، اصل بتتعبني. عن إذنك. مع السلامة. الله يسلمك. تحب نحضر لك إيه على العشاء يا دكتور؟ أي حاجة من إيدك. متشكرة، بتصحي على خير. مع السلامة يا فندم. الله يسلمك. ممكن أعرف قلت له كده ليه؟ هو أنا بعرف أطبخ. طب وفيها إيه يا عايز كمين؟ أكلمك إيه؟ عليه. يا سلام، عاجبك قوي. قبل اقولي لي متجوز؟ لا مش متجوز. مش حرام؟ مش حرام يا اخواتي، راجل زي ده يفضل عايش وحداني لحد دلوقتي؟ ليه؟ بناتها هو جرى لهم ايه؟ امتصوا في عقلهم ولا ايه؟ لا، انت جرى لك ايه في عقلك؟ لا لا، ما انت لازم كمان تعذري اختك.
اصل مش كل يوم الواحد بيقابل راجل بمعنى الكلمه. الا قولي لي ازاي عادل؟ كويس. لسه بيصيف؟ بيكلمك في التليفون مش كده؟ كل يوم. بتقول ايه؟ ناسيني السماعه مرفوعه؟ طب شوف لك طريقه تانية، جربها كمان مره. ولا اقول لك اطلبها لي الساعه 9 فيكس تايم. 8-76-220 كلم اسكندريه. 8-76-220 اللي اقول لي يا دكتور. ايوه. ايه رايك في الملوخيه؟ هايله. والفريد؟ عظيم، تسلم ايديكي. تسلم ايدين اللي عملته. دي سلوى هي اللي عملت كل حاجه بايديها. تسلم ايديك يا سلوى. بالهنا والشفا. اجيب لك بطاطس؟ لا مش الدكتور مجدي؟ امال مين؟ انا عادل. يخيبك انت رجعت لنا تاني. بتقول ايه؟ لا ما بقولش حاجه. انت مين؟ انا مين؟ انا الداده يا سيدي. حضرتك عايز حاجه؟ ايوه انا عايز سلوى. لا خرجت، راحت تزور واحده صاحبتها. طيب قولي لها ان عادل رجع. رجعت الميه من زورك. يا ستي ما تعمليش في روحك كده، الزعل ما ينفعكيش. احنا ما صدقنا العيا راح منك. ومين قال لك اني هرجع له تاني؟ اندهيلي دكتور. حاضر. يعني بقول لك اندهيلي دكتور. حاضر. الكبير ولا الصغير؟ الكبير. حاضر. صحيح انا دكتور قلب، لكن اعمل ايه في قلب بنتك؟ جبتك يا عبد المعين. عبد العظيم من فضلك. ايوه عبد العظيم على سنة ورمح، لكن ايه الفايده؟ شايفاك غرقان في شبر ميه. يا ست انا مش غرقان، انا بفكر. بتفكر في ايه بس؟ الحكايه قدامك زي الشمس. الواد الهلفوت ده لو رجع لنا يتمطط زي ما كان بيتمطط في اسكندريه. قول على البنت يا رحمن يا رحيم. طيب وعاوزاني اعمل ايه؟ لازم نجوزهم بسرعه. أه؟ انت مش بتقول ان الدكتور مجدي صاحبك؟ ايوه. خلاص يا اخي روح له قول له كلمتين من اللي قدرك عليهم ربنا. كل ده كويس، بس هي لا، هي فاهمه ان الزعل بيضرنا كده. طب افرض يعني ايه؟ يعني لو قالت لا مش هتجيني نوبه، المره دي هدخل في دور احتضار وهتلاقي نفسها بين امرين، يا تسيبني اموت وتكون هي السبب، يا توافق وتقول اه. احتضار؟ ايه حضرتك بتضحك على ايه دلوقتي؟ لا هو احتضار. احتضار. ارجوك طول بالك عليا شويه، اديني ولو فرصه بسيطه اعرف اذا كانت بتبادلني نفس الشعور ولا لا. يا مجدي يا ابني، دي بنت عيلة، بنت ناس، عاوزها تجيلك لحد عندك وتقول لك جتيم جتادور بموت فيك. المهم عجباك ولا لا؟ والله ما اخبيش عليك عجباني. خلاص ما دام عجباك روح اطلبها من امها. ايوه لكن بس ما فيش بس ولا حاجة. تعال قدامي. بس تعال امها يلا قدامي. صباح الخير. اهلا. صباح النور يا دكتور مجدي. طالع عندنا؟ ايوه رايح اقابل ماما. انا اسفه جدا مش هقدر اطلع معاك عشان ورايا مشوار مهم قوي. معلش. عن اذنك. اتفضل. الاجازه خلصت والجامعه فاضل لها يومين وتفتح، وانت عارف الشهاده بالنسبه لنا معناها ايه. انا مش عارف امتى هاخدها. هانت، دول كلهم 5 سنين بس على شرط ما تسقطش ولا سنه. او كله على الله. وعليك انت كمان شويه، خصوصا ان دلوقتي بقى عندك حافز. حافز قوي. احلف. على ايه؟
قول وحياتي مش هعيد ولا سنة. وحياتك مش هعيد ولا سنة. دكتور عبد العظيم، دكتور عبد العظيم. لا ايه في ايه؟ حصل ايه؟ سوري عال من فرحة. انا مش قايل لك يا اخي فبقى يا ماما مش معقول اتجوز واحد ما بحبوش واسيب واحد بحبه. ده لسه من شويه حلف لي انه مش هيسأل بعد كده ولا سنه. يعني ايه؟ انت عايزه تموتيني؟ عايزه تخلصي منك؟ بعد الشر عليك يا ماما. انت عايزه تنقذيني يا ماما؟ بس افهميني. قلبي. الله. الله. ماما ماما رجع عليا يا ماما. ماما 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 مالك يا ماما؟ لا ده الحقيني بالدكتور يا لا ده الحقيني بالدكتور. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ حصل ايه؟ اضطرت تقبل طبعا. امال يعني كانت هتسيب امها تموت؟ طب ما هو كده هتتسبب في موتي انا. الرجاله ما بتستحمل. ما سمعناش عن حد فيكم مات من صدمه زي دي. وانت ايش عرفك؟ اي كلمه قلتها. قصدي يعني انت لازم تطول بالك شويه وتبقى شجاع وكفايه. هي مالها؟ في حاله يعلم بيها ربنا. تصور انت بقى حاله واحده بتتجوز غصب عنها. امتى هتتم الجنازه دي؟ ليه؟ طالع في دماغي ليله الفرح هروح اطربق الدنيا على المعازيم واقتل العريس ويمكن اقتل امها كمان. واخطفها وان شاء الله اروح بيها في 600 داهيه. مش هتقدر. ليه؟ هو مين اللي هيحوشني يعني؟ محدش. اولا عشان مفيش فرح، ثانيا مفيش معازيم، كل الحكايه عقدة مضى قدام المعزوم. وزمانهم دلوقتي بيقضوا شهر العسل. ومالها الشمبانيا؟ بعدين تسكر. انا عمري ما اسكر في صحتي. طب بلاش انا عشان اصلا مش متعوده على الشرب. دول شويه شمبانيا هيعملوا ايه؟ دي حاجه تفتح النفس. دوقي ولو شفطه واحده هتعجبك. تفتكر؟ الله حلو قوي. مش قلت لك في صحتك؟ في صحتك. كل الناس مشوا. لسه بدري. الكاستونات باين عليهم متضايقين. نفسي اسمع شوية مزيكا كمان. الراجل زمانه كفر. يلا بينا بقى. عشان خاطري اصلي مبسوطة قوي. يا متر. وي؟ يا. الله ايه ده؟ ايه الحكايه؟ دي أول إشارة من بيه النور بنتي في الساعة 12 بدري كده؟ برضو مدام. نعمل إيه بقى؟ يلا بينا قبل النور ما تطفي علينا. بنيها بانها مش هتفرقني طول الليل.
لا دلوقتي تروح، هجيب لك شويه ميه. كمان مرتين عشان تضمني ما ترجع لكيش تاني. النور قرب يتفي، يا ترى في شمع هنا؟ ضروري عاملين حسابه. ما تخافيش يا سالو. ليه ما اتجوزتيهوش هو؟ ليه اتجوزتيني انا؟ ماما هي السبب. من يوم ما مات بابا وهي عايشه على امل انها تجوزني الدكتور زيه، ولما شافتك انت الامل ده كبر في قلبها لدرجه انها بقت عايشه بيه. كنت مضطره اوقف، حياتك كانت في خطر. وانا ذنبي ايه في ده كله؟ صحيح انت مالكش ذنب، بس لو كنت سكت كنت ابقى بخدعك، وانا ما اقدرش اخدعك، ما اقدرش اعيش معاك على غش. مش كفايه اني غلطت في حقك، بس مش عارفه اعمل ايه. انا من رايي تقومي دلوقتي تغسلي وشك وتستريحي شويه، وبعد كده من عارف يمكن ربنا يهدينا الحل. عاوز اعرف حصل بينك وبينه اي شيء؟ لا طبعا، ده عمره ما لمسني. كل اللي حصل اننا توعدنا على الجواز، بس لما يخلص دراسته
سلوى، أنا مش هفرض نفسي عليكي، هديلك حريتك، هطلعك. بس لو طلعتك دلوقتي هتبقى صدمة على والدتك، يمكن ما تقدرش تستحملها، وسمعتك. أنا مش عارفة المفروض نتصرف ازاي. أهم شيء دلوقتي إنقاذ المظاهر قدام الناس وقدام والدتك لحد ما يجي الوقت المناسب ونسيب بعض. زي ما تشوف. أفتكر نرجع مصر تاني، وعدنا هنا ما بقالوش أي داعي. هنقول ايه لوالدتك عشان نبرر قدامها رجوعنا المفاجئ؟ عذر معقول كده يخيل عليها؟ طب اسمع، ما تيجي نقول لها مثلا ان في المستشفى اتصلوا بيك وقالوا ان في واحد عيان وان حالته خطر. لا، ده عذر يخليها تحترمني. احنا لازم ندور على عذر معقول، ولكن في نفس الوقت يخليني ابان سخيف قدامها. ايه يا ربي؟ اقول لها ايه؟ اقول لها ايه عشان انزل من عينيها؟ فكري معايا. ما انا بفكر اهو. ماما، يا ماما. اهلا اهلا يا سيدي. اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ماما؟ اهلا. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة يا بابي. الله، انتوا مش قايلين هتغيبوا اسبوعين برا؟ ايه اللي رجعكم بدري كده؟ والله احنا رجعنا غصب عننا. ليه؟ الله، هو سر ولا ايه؟ لا، انا ابتديت اتخض. اصل يا ماما، هو اللي عايز كده. عايز كده؟ ليه؟ لا، الاوتيل غالي شويه، قام قال نرجع نقضي الشهر العسل هنا. عفارم عليك. طبعا، ايه الداعي يصرف فلوسه بره وهو واخد لك القصر ده؟ تسمحي لي اشوف الشنط؟ اتفضل يا حبيبي. هو في عروسه تقول انها تقضي شهر العسل في سرايا زي دي؟ طمنيني. اطمنك على ايه؟ لونك مخطوف مش عاجبني. اصل ما نمناش كويس امبارح. يا شيخه خضتيني، انا بحسب حاجه تانيه. ست هانم، الاكل برد، هما مش ناويين ينزلوا ولا ايه؟ يمكن ناموا. ولا يمكن نسيوا؟ يجوز، مش بعيد. على العموم هما متغدين وخري وجايين هالكريم. ولا اقول لك اطلعي خبطي عليهم بشويش. ايه، مره واحده بس. حاضر. اذا ما حدش رد عليكي ما تنهاش. حاضر. ولا اقول لك؟ نعم. خليك انت واطلعي. الله، ايه ده السهل؟ دي حاجات للبيبي. من دلوقتي؟ طبعا من دلوقتي، اديني مبتديه في البنيه وده عايز له شهر، وبعد كده عندك السديري والفستان والشرابات، ودول يا دوبك 9 اشهر. الايام بتجري، امال فكرك ايه؟ مين؟ ايه يا ولاد، طمنوني. انيسه عايزه تنام وانا كمان عايزه انام. ايه، مش ناويين تتعشوا؟ لا يا ماما، ملناش نفس. يعني مش عايزين حاجه؟ لا يا ماما، كتر خيرك. طيب تصبحوا على خير. وانت من اهلي يا ماما. تصبح على خير يا دكتور. وانت من اهله يا ماما. بتفكر فيه؟ في نفس اللي بتفكري فيه. ازاي هننظم حياتنا الزوجيه؟ النوم، القلع، الصحيان، مش معقول هنقعد طول الليل بالشكل ده. عندك حق. Thank you.
بعرفش افكر الا كده. خدي راحتك. انا ما جاتلي حته فكره. ايه هي؟ نقسم الاوضه اتنين بملايه السرير، والصبح نرجع كل حاجه مطرحها. معقول برضو؟ عشان يبقى كل واحد حر في اوضته. طب اما اروح اجيب الملايه. طب ما تنسيش حبل غسيل وحبل مشابك. انت هنا؟ ايوه انا هنا يا ماما. وسايبه عريسك وحده ونازله تعملي ايه؟ بجيب ملايه للسرير. ليه؟ الله يا ماما بقى. وايه دول؟ لازمتهم ايه كمان؟ دول مشابك وحبل الغسيل. ليه؟ ماما الله يا ماما بقى. يا سلام، ملايه وحبل غسيل وشويه مشابك حلوا لنا ازمه السكن. لكن الظاهر ان احنا هنتعب مع ماما جدا. ليه؟ دي سالتني 100 سؤال. عن ايه؟ عن الملايه وحبل الغسيل والمشابك وشهر العسل، ما بقتش عارفه اقول لها ايه. طبيعي كل امه كانت تعمل زيها. تسمحي بقى تناوليني مخدم وملايه من اللي عندك. ليه؟ هتعمل بيهم ايه؟ هفرش على الكنبه. هو حضرتك اللي هتنام على الكنبه؟ طبيعي. لا، انا اللي هنام على الكنبه وحضرتك تتفضل على السرير. ممكنش. ممكنش ازاي؟ انت دكتور ولازم تستريح عشان تبقى فايق لشغلك. الله، والكنبه مالها؟ لا، لو كان الليله دي كان معلش، لكن مين عارف الحكايه دي تاخد لها شهر ولا شهرين. الله، ما انا مش ممكن يجي لي نوم وانا على السرير وانت على الكنبه. وانا مش ممكن يجي لي نوم لما اسيبك تنام على الكنبه، مش كفايه ان انا السبب في المشكله. طب والعمل؟ معرفش. نفكر. بس ما تكسريش دماغك. انا جات لي الفكره. ايه هي؟ نشيل مرتبه من دول ونفرشها على الارض. انا حته فكره، حتى انا ما بحبش الا النوع دي. اسمعي بقى، ما تكسريش دماغي. النومه دي انا متعود عليها من ايام ما كان بلوف، ودي ألذ نومه بالنسبه لي. ما عندكيش فكره ومش عايز مناقشه. يعني ايه بقى؟ انت مصمم؟ مصمم. شيلي معاك. طيب. في شهرين على الاكتر، من غير اي صدمه لوالدتك ومن غير سمعتك وكرامتك ما تتمس. بس المساله عايزه منك شويه طوله بال ومني شويه براعه في التمثيل. طب ايه هي الخطه؟ لازم اتظاهر قدام الناس وقدام والدتك على الاخص اني شرس وسافل وقليل الادب. لكن ماما مش هتصدق. لا تصدق قوي، خصوصا اذا تنفذت الخطه مظبوط. ياما في عائلات بتنخدع ورجاله ما بتبانش على حقيقتها الا بعد الجواز. اهو انا لازم اتظاهر باني من النوع ده، بس انت لازم تساعديني. اهو هي دي عايزه كلام؟ خلاص، انا هخليها بنفسها هي اللي تطلب منك انك تطلقيني قبل الميعاد. صباحي على خير.
وسهلا. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله الف مبروك. الله يبارك فيك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا نايف. حد سال عليها في غيابي؟ الدكتور عبد العزيز سال على حضرتك مرتين. طب خليهم يعملوا لي قهوه. حاضر. الله. ايه ده؟ ده شربات العروسه. شكرا يا ليلى. عقبال البكاء ان شاء الله. الله يبارك فيك. دخلي لي اول مريض بعد 5 دقائق بس. حاضر. بتقولي ايه؟ عايشين مع بعض زي الاخوات؟ ايوه اتفقنا على كده. وبعد شهرين هنسيب بعض. بس اوعي تجيبي سر لحد. رقبتك. ما بلاش طولة لسان. انا عارفه تليفون عادل ما بيردش ليه اخر. احسن. قولي لي. عمل ايه عادل بعد ما قلتي له؟ اهو زي عوايده. كان عاوز يكسر ويتربق ويموت واللوزي منه. مسكين يا عدولة. قلبي كان حاسس انها هتبقى صدمة فظيعة بالنسبة له. يا شيخة ولا صدمة ولا حاجة. بس ما تكبريهاش انت في دماغك. لكن قولي لي، تفتكري انك هتقدري تعيشي مع راجل زي الدكتور مجدي وتنفذي التعهد البايخ ده؟ مش بعيد دلوقتي يكون عادل ابتدى يشرب ويهمل في دروسه. أكيد هيسقط عشان ما بقاش عنده الحافز. أنا خايفة لا يكون عامل في روحه حاجة. بقتش طايق مصر، يلا بينا. على فين؟ على اسكندرية. والكلية؟ في 60,000 داهية. جاي ولا لا؟ بس هنروح نعمل ايه في وقت زي ده؟ هنعمل شهر عسل، ولا احنا ملناش نفس؟ ما تتعبيش نفسك، ده سافر اسكندرية. الظاهر انه هيرجع تاني للتهجيس والكلام الفارغ. مصيبة يسقط السنة دي كمان وبقى أنا السبب برضه. يا شيخة ده تلاقيه راح يمضي الويك إند عند مامته، ولا تعذر في قرشين راح يجيبهم من بابا. طب والنبي يا نوال، أول ما يرجع تبقي تديني خبر. حاضر. هتعملوا إيه الليلة؟ هنعرض للناس السعادة اللي إحنا عايشين فيها. إيه يا علي قولي لي؟ أقول لكم إيه؟ بعد ما وصلت الأوتيل عملتوا إيه؟ هو انتوا طول الليل هتقعدوا تتكلموا في الحكايه دي؟ انا مش فاضيه لكم بقى. لا بس اطلع منها انت. ده انا اتفاهم مع العروسه. فاهم سيدي زي ما انت عاوز. ايه على ايه؟ رحله لاسوان هنطلع فيها كلنا، ايه رايك؟ والله اللي يشوفه مجدي. انت عارفه بس الرحله دي بعد شهرين. شهرين؟ بس لا بس ولا حاجه، انتوا ما قضيتوش شهر العسل، انتوا زوها فرصه. والله زي ما تحب يا مجدي. انا بعد شهرين عندي شغل مهم. خلاص بقى خلوها مره ثانيه. خسارة كنا نحب نتقابل معاك. معلش يا سيدي. دكتور عبد العزيز انت منور. ميرسي حلوة. اما انت بقى عيني عليكي وردة دايما موردة. هو اللي يشوفك يزعل. يا ما شفتيني يا اختي وزعلتي ولا هننساه؟ لا المرة دي امسك الخشب. وهي شالت من دماغها الكلام الفارغ ولا بقى له اي اثر؟ وهي وجوزها ربنا يحميهم لشبابهم سمنة على عسل. اسألي ماما. بتقولي ايه؟ اما حتة ولد ملعون. هو عادل لسه في اسكندرية؟ بدل ما تشغلي بالك بعادل، خدي بالك من مضاريب الدم دول اللي اتلطشوا في عقلهم من ساعة ما شافوا جوزك. مجدي صحتك يا مجدي. صحتك. لا قولي لي. ايه؟ انتوا لسه اخوات؟ طبعا، يعني الحكاية دي عايزة هزار. تسامحك على ايه؟ والله انا عارف. مش معقول، لازم كان في بينك وبينها حاجة. ابدا، هي بالنسبة لي مش اكتر من مريضة. لكن يمكن انت بالنسبة لها اكتر من دكتور. يبقى سنبها على جنبها. نعمل سهرة امتى عشان نرد العزائم دي كلها؟ اي وقت يعجبك. نخليها الجمعة الجاية. ماشي ستي. ايه اللي ها
الجبل ده؟ مالكيش دعوه انت. اسمعي. نعم. بكره تخطفي رجلك وتجيبي لنا ثلاث شله جداد. حاضر. دكتور مجدي؟ يا دكتور. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ بس ما تعتبروش فضول مني؟ قوي قوي. مادام احنا بقينا اصحاب، انا حاسه انك ممكن تقولي على كل حاجه بصراحه زي ما بقولك. طبعا. من كل البنات اللي كانوا في السهره النهارده، مين عجبتك اكتر؟ ان جيتي الحق، ولا واحده. ولا واحده؟ ولا واحده. طب تصبح على خير. وانت من اهلي. مش كويس؟ طمنيني، ضربك. قوليلي هو امبارح نام ازاي؟ نام ازاي؟ نام ازاي يعني ايه يا ماما؟ زي كل ليله. خلاص يبقى ولا زعل ولا حاجه. انت متجوزه سكره ولا قلبه طيب؟ ادي دقنها اهي. ان كان اول ما يوصل للعياده هيضرب لك تليفون علشان يراضيكي، ما كنتش قال. ما تزعليش نفسك يا روحي، اما اقوم اعمل لك كوبايه ليمونات. شفتي؟ بقول لك كلمه امك ما تنزلش الارض. مستنيه ايه؟ بس ردي عليه وتقولي له كلمه حلوه كده تصحي بيها. مش عاوزه اكلمه ماما، مش عاوزه اكلم حد. مش عقلك صغير عشان خاطري كلمي والنبي وبيسلمي لي عليه. الو عدوله؟ لا يا شيخه، عدوله ها؟ قوليها لي كمان مره سمعيني. انت زعلان يا عدوله؟ ابدا، انا فرحان بيك قوي. يا خاينه يا كدابه بتاعت الدكتور. الله، انا عمري ما خنتك يا عادل.
هي نوال ما شرحتلكش ظروفي؟ طز في ظروف. ازاي تتجوزي من غير ما تسالي في صحتي؟ يا عادل اهدى شويه لحد ما افهمك على كل حاجه. اخفى عليك يا عادل، ما تظلمنيش. ده انت لو تعرف التضحيات اللي عملتها علشانك ما تقولش كده. مش هقدر اشرح لك في التليفون، لازم اقابلك وافهمك. اتفضلي تعالي، اديني مستنيكي. ايوه يا عادل، بس دلوقتي ما اقدرش. مش ممكن يا عادل. هبقى اكلمك بعدين. ايه خلاص صف يا لبن، اصطلحته تقريبا يا ماما. سيبيها عليا انا بقى، هصفي لك الجو خالص بس ما يرجع بالليل. خدي يا اختي روقي ذنبك. ميرسي يا ماما. على مين يعني جواز مع وقف التنفيذ؟ ده كلام فارغ. بقى معقول راجل ومراته متجوزين على سنه الله ورسوله ونايمين مع بعض في اوضه واحده، وقال ايه لحد دلوقتي ما لمسهاش، بيعملها زي اخته. وعايزاني اصدق كلام الفارغ ده؟ ليه ده عصافير؟ اديك سكت يعني. يعني عايزني اقول لك ايه اكتر من اللي قلتهولك؟ انت فاكراني ايه؟ عجله ستيب؟ صفر على الشمال؟ كمية مهملة؟ بس روق دمك وما تتحمقش قوي وخلينا نعرف نتفاهم يا اخي. ما هي حاجة تجنن. وبعدين بقى احنا هنزعق ولا هنتكلم؟ اتفضلوا اتكلموا. انا مش هقول لك ولا كلمة بعد كده. يعني سكتنا تاني؟ عشان صعبان عليا نفسي. صعبان عليا ان هو يبقى عنده ثقة فيا ويصدقني، وانت ما تصدقنيش. اصل مش حمار زي حمار؟ ما تنساش اللي بتتكلم عنه ده يبقى جوزي. من شوية كنت اخته. لحد ما اتطلق اهو اسمه جوزي. وامتى هتتطلقوا؟ وانت يهمك ايه؟ افرض طلقوا النهارده هتتجوزها؟ طبعا. امتى؟ بعد كام يوم؟ بعد كام سنه؟ مالكيش دعوه انت، ان شاء الله بعد 100 سنه، انا مش عايزها تبقى مرات حد، انت فاهمه؟ بس الجدع انت بقى ورينا شطارتك. انت جايه تلبطي عليا؟ اسمعي، تاني مره لما تحبي تتفاهمي معايا ما تجيبيش معاكي محامي مسحوب من لسانه. اتفضلوا. هو ده صحيح اللي شحته مشارت؟ لا، ولا عين يزعل. ما هو معذور كمان. معذور؟ افرض انا كنت مطرحه وهو اللي اتجوز، مش برضو كنت ازعل؟ انت برضو لسه داخل في دماغك انه بتاع جواز؟ طبعا. امال ايه اللي مزعله؟ عشان اصل كترتي من ايده لواحد تاني، صعبان عليه يطلع من المولد بلا حمص. ادي كل الحكايه، لا جواز ولا هباب. ما تفوقي بقى يا نوال. انت زي ماما بالظبط، طول عمرك تكرهيه. هنفضل مستنيينه كده لحد امتى؟ الساعة بقت 2 ولسه ما رجعش حضرته. يا بنتي الغايب عذره معاه، ما هو لسه واخد على خاطره. يا سلام، من حتة زرار. وبعدين بقى الست من دول ياما بتقاسي، ومعدنها ما يبانش إلا في الأحوال اللي زي دي. ده انتوا لسه في شهر العسل. عسل؟ عسل منين يا ماما؟ خليه بقى يرجع كده كل يوم ويلاقيني قاعدة مستنية حضرته عشان يسوق فيها. طيب قومي ارتاحي انتي وأنا هستناه لحد ما يرجع. اطمني، أنا هعرف إزاي أعقله. الله يكون في عونك يا ماما، تصبحي على خير. وأنت من أهله يا حبيبتي. اتأخرك لحد دلوقتي يا ابني؟ الشغل. تنسى اني دكتور. خلاص يا حبيبي، انا بس كنت خايفه لا اكون لسه واخد على خاطرك من سلوى. تحب اجيب لك حاجه تاكلها؟ متعش. سلوى لسه طالعه، فضلت مستنياك لحد دلوقتي وبعدين كبس عليها النوم. صح على خير. لا استنى، انا جايبه لك هديه. اتفرج. هديه ايه دي؟ جوز زراير بدل الزرار اللي راح منك. ايه عجبك؟ مش قوي. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير ماما. واقف معاك ايه؟ كسفتها، رمت لها الهديه بتاعتها في الارض. مشكينه قوي ماما، ما عندكش فكره بتهلشك قد ايه.
كانت بتعزني. من هنا ورايح هتغير رأيها فيا. لازم تغير رأيها فيا. سلو، انت صحي؟ ايوه. انت لسه ما نمتيش؟ لا لسه. ليه؟ مش جايلي نوم. في حاجة قلقاني قوي وعايز اقول لك عليها. ايه هي؟ انا قابلت عادل النهارده. عادل مين؟ عادل. عادل ضرب لي تليفونات كتير قوي، اضطريت اقابله عشان اخلص منه، بس انا ما رحتش لوحدي، نوال كانت معايا. يعني هو ما كانش قادر يطول باله شويه؟ ولا طولة البال دي بس من اختصاص الدكاترة؟ أنا كنت حاسة إني هجرحك، عشان كده قعدت أفكر طول النهار أقول لك ولا ما أقولكش، بس أنا واخدة عهد على نفسي إني ما أخبيش عنك حاجة أبدا. تصبح على خير. ها وبعدين؟ وبعدين إيه أنت كمان؟ حد يصدق الكلام ده؟ في واحدة تتجوز واحد وبعدين تعيش معاه على بياض؟ مش اتجوزت وخلاص؟ أيوة. في 600 داهية، فيه 1000 واحدة مستنين إشارة واحدة منك. زعلان قوي يا بني آدم، بقول لك بحبها بحبها. لا لا لا، طب ما تزوقش كده. زعلان يا سيدي؟ اسمع، أنا عندي فكرة. قول. أنت شفت جوزها؟ لا. طب ما تشوف. عم بيه؟ بس شوفه يا أخي، يمكن يطلع عاجز مكسح، يبقى كلامها مظبوط والجوازة مقلب. اتفضل. خد نفس. انت بتلعب رياضات عنيفة يا سيد محمود؟ ايوه يا فندم. تعال اتفضل. عنيفة. ايوه. شوف يا سيد محمود، انت ما عندكش حاجة بالمرة. انت بتشتكي من الصحة مش من المرض. أما الأعراض اللي عندك دي حاجات بسيطة سطحية بتحصل لكل الرياضيين نتيجة الكبت. أنت ستك متجوز؟ لا. يبقى هتروح منك طبيعي بعد الجواز. الجواز؟ أيوه. يعني في رأي سيادتك الجواز ده كويس؟ جدا. وكمان بتقول جدا. ايه ليه غريبه دي؟ طب حضرتك متجوز؟ أه؟ يبقى غريبه طبعا. انا عمري ما سمعت عن واحد متجوز مبسوط. كل اصحاب اللي اتجوزوا ندمانين على انهم اتجوزوا. لا دي مبالغات يا سيد محمود. يعني سيادتك مش ندمان على انك اتجوزت؟ انا اذا كنت ندمان على شيء. فعلى الايام اللي قضيتها قبل الجواز مش هكتب لك علاج. مع السلامة. اتفضل الباب من هنا. هلو عادل، واحد ويسكي يا ابراهيم. ها طمني، شفت الدكتور؟ طلع مكسح زي ما قلت لك. مين؟
تكلمني في وقت زي ده؟ وده ضايق في ايه؟ مش بتقول ان مفيش حاجه بينك وبينه؟ وانه عارف اننا بنحب بعض؟ ايوه بس ده ما يمنعش ان في حاجه اسمها اصول. بس انا لازم اقابلك. ارجوك ما تبقاش تكلمني هنا تاني. مفهوم. مفهوم. ما قلنا مفهوم. هتقابليني بكره ولا لا؟ طيب. طيب طيب. مع السلامه. انا اسفه قوي. الحكايه دي مش هتتكرر تاني. انا اللي اسف. اعمل حسابك لو كلمتني في البيت بعد كده كل اللي بيني وبينك هينتهي. كل ده عشان ما قدرتش انام قبل ما اسمع صوتك؟ ايوه يا عادل، بس دي مش تصرفات انسان عاقل. دي تصرفات انسان بيحب. انا ما اقدرش افوت يوم من غير ما اشوفك. يا عادل انا مش حر عشان اقدر اقابلك كل يوم، وافرض حد شافنا. طيب ما نتقابل عندي في شقه، ولا من شاف ولا من ديري. انت جرى لك حاجه؟ ازاي عايزني اروح شقتك؟ وفيها ايه؟ مش احسن ما نتقابل في الخلا كده؟ لا احنا مش هنتقابل بعد كده. بتقول ايه؟ مش هنشوف بعض تاني؟ لحد ما اطلع. تبقى ما بتحبنيش. لو كنت بتحبيني صحيح ما كنتيش قدرت تقعدي المده دي كلها من غير ما تشوفيني. يا عادل دول كلهم 20 يوم. وهم 20 يوم شويه. انا ما اقدرش، ما اقدرش. لو تعرفي قد ايه انا بحبك، قد ايه بتعذب. معلش يا عادل عشان خاطري. اذا كنت بتحبيني صحيح ما تخلينيش اعمل حاجه انا مش راضي عنها. طيب بس على الاقل نتكلم في التليفون. عشان ما احسش اني اتحرمت منك مره واحده كده. طيب بس انا اللي اطلبك، ما تكلمنيش انت ارجوك. على الله تكون اديت لي فوق دماغه المره دي. اطلع يا اسطى. قلت له ايه بقى؟ برادي قلبي. بعدين حابه اقول لك. نوال. نعم. انا مش هروح البيت، هروح لمجدي في العياده. خايفه لا يكون واخد على خاطره. الدكتور موجود من فضلك؟ لا يا فندم مش موجود. سيادتك عندك ميعاد؟ لا صعب انك تقابليه، ممكن نحجز لك بعد يومين. طيب ممكن استناه في المكتب؟ لا يا فندم بس ده يعني مش ممكن. انا المدام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هاني. اهلا. تحبي نعمل لحضرتك فنجان قهوه شاي حاجه ساقعه؟ حاجه ساقعه. نورتي المكتب يا ست هاني. يا اهلا. المفاجأة اللطيفة دي. أصلي كنت بشتري شوية حاجات من البلد وقلت أعدي أشوفك. ألو؟ طيب هفوت عليه بعد العيادة. أوعى أكون معطلك ولا حاجة. لا أبدا، ما عنديش حالات مستعجلة النهاردة. ثانيا دي أول مرة تجيلي فيها العيادة. دكتور أنا جاي أستشيرك. استشارة طبية؟ استشارة عاطفية. أصلي امبارح طول الليل ما جاليش نوم. ليه؟ عشان حكاية التليفون؟ أنا مش عايزة أجرحك بعد كده، كفاية اللي حصل. أنا فاهم كويس أوي إن مالكيش يد في اللي حصل. في الواقع إحنا اتأخرنا في تنفيذ اللي اتفقنا عليه، لكن ما تحمليش هم.
وعدي في الليله دي ان احنا هنعوض كل اللي فات. هتسقفي لي تسقيف. خير يا ابني. حماتي. حماتك؟ دي أول مرة أسمع منك الكلمة دي. أمال أنت عايزة تبقى إيه؟ أنا بعتبرك ابني، وكنت فاهمة إنك بتعتبرني في مقام والدتك. لا أرجوكي، أنا والدتي ماتت وأنا قد كده. طيب وهو حد يكره إن ربنا يعوض عليه بأم تانية؟ عمرك سمعتي على حد بقى له أمين؟ أمال فين المحروسة بنتك؟ طلعت تنام من شوية. عفارم عليها نوم العوافي، أهو ده اللي شاطرة فيه. انما تعرف تبسط جوزها ازاي؟ فشر. مش لما تاخدوا على بعض، ده انتوا لسه في شهر العسل. عسل؟ اه. قولي خل، قولي بصل، قولي كزبره، خدي لك بقى. هي بيختشي. الله، انت بتهنيني وفي بيتي كمان. مش قصدي والنبي مش قصدي. قدامك سكه سفر. بس لو تفوق شويه وانا كنت افهمك على كل حاجه. لسه هتفهميني، ما الغلطه وغلطناها. مش عيب تقول الكلام ده برضو. ايش حال امال ما كنتش واخدها على حب؟ اذا كنت بتعملوا انت دلوقتي كده، امال هتعملوا ايه بعد لما تعيشوا مع بعض سنه وسنتين؟ حيلك حيلك، ومين اللي هيستنى سنه وسنتين؟ اعمل ايه في عقلي وما تحببت واتجوزت اللي اسمها بنتك دي؟ لا ده انت الظاهر مش هتجيبها البرش. طب روقي بقى وخدي لك بقى. الله الله الله، هنلبخ بقى. خدي لي زازه وعود لعبني، هاتي الازازه وعود لعبني، المزه طازه والحال عاجبني. شكلي شفطه. انا عارف. الله، انت بتعيطي ليه؟ اصل ماما زعبان عليا قوي. يا ستي قضى اخف من قضى، المهم سعادتك انت. تفتكر؟ طبعا. يلا يلا انسى الحكايه دي دلوقتي، وايدك معايا نسحب المرتب. يلا. مجدي. افندم. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي.
بتقضي فين الوقت ده كله؟ أنهي وقت؟ الوقت اللي بتسهر فيه بره لغايه الساعه 1 او 2 الصبح. والله براجع بدرس. بتدرس ايه؟ انت ناقص شهادات؟ والله ما الشهادات دي معموله عشان الواحد يفتكر دايما انه ناقص علم. الو؟ ايوه منزل الدكتور مجدي. طب ثانيه واحده. في واحده ست عايزاك. الو؟ ايوه فندم. ايوه. طيب انا جاي حالا، مسافه السكه. انا مضطر انزل دلوقتي ويمكن اتاخر شويه. سؤال؟ اتفضل. انت طبعا عرفت بنات كتير قبل. طبيعي. محبتش ولا واحدة فيهم؟ مجدي ما بتردش عليا ليه؟ بفكر. بتفكر في ايه؟ بفكر اني مرجعش لولادي البيت وتقولي لمامتك انه بات بره وما تعرفيش فين. ايه رايك؟ زي ما تحب. لا والمصيبه انه ابتدى يبات بره. مين كان يقول؟ يا ريتني ما دخلت بين البصله بشريتها، كان يوم ما هبب. لكن اعمل ايه؟ كنت فاكره شهاب الدين احسن من علاء الدين، طلع شهاب الدين. المزه طازه والحال عاجبني. انا تعبت قوي بقى مشين المرتبه دي. هاني كلها اربع ايام بتستريحي منها. العصايه فين؟ ايه فوق الدولاب. خدي ايدك كده شوي. صرخي. وكمان بتقولي اي. خد. يا ماما. ايه؟ الحقيني يا ماما. وكمان بتتحامي في ماما. طب خليها تستجري وتطلع وهي تبرق على هي كمان. هي حتى بنت تضربني. وانا لازم اقدمك. امك ما عرفتش تربيكي. الله ينعل ابو الجواز. ده ابو اليوم اللي فكرت اتجوز فيه. هو مين اللي كان مصدق يا دكتور عبد العزيز؟ مين كان يقول؟ ده كل يوم يفطرها بعلقه ويعشيها بعلقه. زي ما بقول لك كده. لازم يفهم حضرته ان احنا ما عندناش بنات تتضرب بالعصايه. اسمع، انت دلوقتي تسيب السماعه وتطلبه في التليفون وتديله على دماغه. اقول لك ايه يا دكتور عبد العزيز؟ في المساله دي بالذات انا ماليش وجهه نظر. الغلطه من الاصل اني اتجوزت، انا ما اتخلقتش للجواز. يعني ايه؟ يعني بصراحة أنا مش شايف حل غير الطلاق. أنا ماليش مطالب ومعترف إن الذنب ذنبي. أنا كاتب لها العربية والفيلا باسمها وهستنوا باسمها. مؤخر الصداقة تحت أمركم في أي لحظة. ومن دلوقتي لحد ما تتم إجراءات الطلاق أنا طبعًا هاخد حاجتي وحياتي. يا دكتور عبد العظيم ما تقول حاجة يا أخويا. هقول إيه أكتر من اللي قلته؟ يا ابني يا حبيبي اعتبر اللي فات مات، ودي روحك مهلة، فكر شوية. الطلاق ده مهما كان هو الحل الوحيد. انا اذنكم. انا مش فاهم حاجه ابدا.
معلش يا بنتي، كل شيء اسمه نصيب، بكره ربنا يرزقك بسيد سيده. ايوه طبعا، بس ارجع واقول خساره كان راجل طيب. طيب انت لسه بتقولي عليه طيب يا ماما، نسيتي اللي عمله فيا، نسيتي انه ضربني، ده راجل وحش ما عندوش قلب. ولا اللي عمله فيا ده ما عندوش قصد، كنا فاكرينه يا مهنا يا مهنا، طلع راجل ند. ما تقوليش عليه ند يا ماما، ده راجل طيب. راح على فين؟ مش طايقه اقعد في البيت ده. وتحبي تعرفي حاجه كمان؟ انا مش عايزه ولا العربيه ولا عايزه الفيلا. احنا مش شاحتين عشان نقبل منه الحاجات دي، وانا رايحه بعيد اقول الكلام ده بنفسي. يا ستي احلف لك بايه؟ ان انا كان لا قصدي اهينك ولا اجرحك، اعتبرهم هديه بسيطه مني ليكي. هديه بسيطه؟ فيلا وعربيه هديه بسيطه؟ هديه ايه دي؟ بمناسبه ايه؟ من كتر مهنتك يعني؟ لا ده انت جايه منفعله زياده عني. ولا منفعله ولا حاجه، انا جايه احط لك شويه نقط فوق الحروف وخلاص، واحب اقول لك يعني انك. خدي. ايه ده؟ فور لذيذ يهدي الاعصاب بسرعه، انا شايف انك محتاجه له. كل ما افتكر الكلام اللي كنت بتقوله لماما عليا. انت كنت بتشتمني؟ مش كانت خطه متفق عليها؟ مش كان كله تمثيل في تمثيل؟ والطلاق بكره تمثيل في تمثيل. اشربي الفوار هينفعك. ازيك دلوقتي؟ زي الزفت. بتضحك قوي كده ليه؟ طبعا فرحان انك هتخلص مني. انا كنت بعد الايام عشان اخلصك منك، وبكره هتبقي حره تتجوزي الراجل اللي بتحبيه. طب وانت مالك انت؟ مالي ازاي؟ المفروض ان انا اللي ابقى فرحانه مش انت. ما انا فرحان لفرحك. صحيح يا مجدي، يعني هتنسى الفصل البايخ اللي عملته فيك؟ هفتكرك دايما بكل خير. طيب ناوي تعمل ايه بعد كده؟ حبات الليلة في العيادة وبكرة. لا يعني بعدين، بعدين يعني ناوي تتجوز؟ ما أظنش أبدا أبدا. أنا حياتي هديك شفتيها بنفسك، من المستشفى للعيادة ومن العيادة للمستشفى. تعرفي صحيح إن كل اللي يعمله ربنا كويس، ويمكن اللي حصل ده عشان يخليني أفهم إن اللي زي مش لازم يتجوز. إلا قولي انت عمرك سقطت؟ افندم عمرك سقطت؟ فين؟ في المدرسة وانت تلميذ، في كلية وانت بتدرس. لا امال ليه مش عاوز تفهم؟ ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ ازيك يا عادل؟ ازيك انت؟ الحمد لله. اتفضلوا اتفضلوا. اطلب لكم ايه؟ ولا حاجه. اسبوعين دلوقتي ما بسمعش صوتك وبتقولي ولا حاجه، مش ممكن. اسمع يا عادل، اقول لك كلمتين ما فيش غيرهم. لا كلمه واحده ما فيش غيرها. انا خلاص بكره هبقى حره. اوف اخيرا، يعني خلصنا منه؟ ايوه خلصنا منه. اه لا ده اقدر اقول لك مبروك. ايوه قول لي مبروك. ايه ده انت بتاعتي؟ انا مش عارفه ايه اللي جراني، مش عارفه ازاي في يوم وليله اتغيرت. اكتشفت اني ما بقتش احبك. انت لسه صغير وقدامك الحياه كلها عشان تحب واحده تانية، لكن انا خلاص راحت علي. سلوى حبيبتي بكره بعد ما تطلقي مش هشوفك، مش هشوف اي حد تاني في حياتي. سيبها دلوقتي يا عادل. نوال. نعم يا طنط. اعملي معروف يا بنتي،
سلوى زي اختك، انا مش عايزاكي تسيبيها اليومين دول. من عينيا يا طنط. احسن، انا خايفه بعد اللي حصل لنا ده كله ترجع لعادل تاني. لا اطمني يا طنط، سلوى خلاص ما بتحبوش. قابلته النهارده وقلت له انها مش عايزه تشوف ولا تسمع صوته. الحمد لله. بس المشكله مش في عادل دلوقتي يا طنط، المشكله في الدكتور. سلوى بتحبه. بتحبه؟ بعد اللي عمله فيها ده كله؟ ده كله يا طنط كان تمثيل في تمثيل. تمثيل في تمثيل؟ ما انا ما اقدرش اخبي عليك يا طنط بعد كده، لازم افهمك على كل حاجه. ايوه فهميني يا اختي، ايه الحكايه؟ مين؟ افتح يا مجدي يا ابني. الحقني يا دكتور الحقني. خير؟ سلوى مالها؟ كانت هتعمل حادثه. كانت؟ ونفدت بينها بعجوبه. الحمد لله. الحمد لله. ايه يا دكتور؟ ده جالها انهيار عصبي. انهيار عصبي؟ ايوه. تعالى وياي. طب البس هدومي. تلبس ايه يا دكتور؟ ده انت تلحقها ما تلحقهاش. طب اجيب الشنطه. طيب يا ست، النبض طبيعي وكل حاجه طبيعي، ما فيش حاجه ابدا. طبيعي ازاي يا دكتور؟ دي من شويه جسمها كله كان بيتنفض. لا ده يمكن بس من اثر الخضه. الحمد لله اللي كله مر على خير. خير منين يا دكتور؟ دي مغمى عليه. لا دي نايمه. نايمه ازاي؟ دي مسرقه. وانا لسه هتعلم الفرق بين النايمه والمسرقه. لا انت اطمني خالص. يعني اطمني يا دكتور؟ اطمني خالص، وتقدري تروحي تنامي تستريحي. اطمني. طيب وانت هتقعد جنبها سهران يعني؟ أنا مش منقول من هنا لغاية ما تصحى من النوم. كتر خيرك يا دكتور، طمنتني. طيب تحب أعمل لك حاجة سخنة؟ لا ملوش لزوم إن شاء الله. طيب إذا حبيت تنام ولا تستريح، أنا فرشة لك المرتبة، وهي ليلة لا هتزود ولا هتنقص. تصبح على خير. قلت من أهل الخير. دكتور. ها؟ انت هنا؟ ايوه الحمد لله. كنت خايفة افوق من النوم وما لقيتش جنبي. ليه؟ اصلي خايفة لنوبات بتوع ماما اللي كانوا بيقولها زمان يقولي انا كمان في السن ده. ما هو ما اعتقدش. طيب انت عارف ان انا خلاص مش هتجوز عادل؟ عارف. نوال قالت لي. لكن في حاجه نوال ما قالتلكش عليها. ايه هي؟